بسؤال وجواب نتفقه والعلم يقين. المسلم هذا مذهبه كي ينجو في يوم الدين. بسأل عن حكم ختان الإناث. سؤالها الثاني عن ختان الإناث يا شيخ، حكمه؟ ختان الإناث فيه للعلماء أقوال، فمنهم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه مستحب، ومنهم من يرى أنه مكرمة وفضيلة، ومنهم من يرى أنه مباح. هذه أقوال العلماء في الختان، وأقرب الأقوال أنه إذا تيسر فهو من السنن فيما يظهر، والله أعلم. لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، وذكر منها الختان في حديث أبي هريرة، وحديث عائشة أيضا. لما عد النبي صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة ذكر منها الختان، وقد كان الختان شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود أن امرأة كانت تختن في المدينة فقال لها لا تنهكي، فوجهها إلى أن لا تستأصل موضع الختان، فإن استئصاله يترتب عليه من المضرة ما يترتب، ولذلك نهاها صلى الله عليه وسلم عن أن تستأصل، وعلل ذلك بأنه أحظى للمرأة وأرغب للزوج. فالمقصود أن الختان جاءت به السنة فيما يظهر، لكن فرق بين الختان الذي جاء به الشرع من مما يكون فيه تحقيق للفطرة وإزالة ما يؤذي، وبين الختان الذي يفعله بعض الناس على وجه يكون فيه إضرار بالمرأة وتشويه لخلقتها، فهذا لم تأتي به الشريعة ولا تقره. كونه يسمى ختانا لا يعني أن يكون ختانا شرعيا، فالأسماء لا توافق، ليس المقصود بالأمر الموافقة في الاسم، فقد يتفق اسم أن يكون فيهما فرق في الحقيقة والواقع، فليجب المصير إلى ما عهد في مقصود الشارع واستعماله لا ما كان في الواقع. فما يعرف بالختان الفرعوني في مصر، يعني الذي أسمع وأنا لا أعرفه معرفة قريبة، لكن الذي أسمع أنه مضر بالمرأة وأنه يؤثر عليها خلقة وصورة، فهذا إذا كان على هذه الصورة فإنه لا يجوز، والواجب اجتنابه. ومن الجناية على المرأة أو الفتاة أن تشوه خلقتها بناء على عادة أو عرف، إنما يصار في ذلك إلى ما جاءت به الشريعة. إذن الخلاصة فيما يتعلق بالختان، العلماء لهم فيه أقوال، وأقرب الأقوال أنه فضيلة مكرمة. أحسن الله إليكم. حتى نكون الأقرب إليكم، تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا على تويتر. وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.